أرجون. اكتر حد بيسمع كلامي الاستاذ خالد النبوي، اكتر حد بيعارض معايا كان حالة شيحة. حالة دايما كانت بتبقى عايز تفهم قوي، تمام، هو احنا بنعمل ده ليه. فاحنا كنا بنقعد نتكلم كتير قوي، يعني بنتناقش كتير قوي. دكتور جامعة ريمون توفيق زي المسلسل. اكتر حد نشوى مصطفى. لا مفيش حد توكسيك زي بليغ بصراحه، مفيش حد توكسيك. والله مش عارف مين توكسيك زي بليغ، ما اعرفش حد توكسيك بالمستوى بليغ بصراحه. اه ده في وفاء عامل عليها حته رز معمر، تمام. عمرة عملت لنا اخر يعني اخر يوم تقريبا عملت لنا رز معمر، برام رز معمر كبير قوي، وعملت لنا حمام يعني تمام ولحمه وبتاع. احنا كنا لا كنا كنا عايشين في ميغا في فعامر كان بتطبخ لنا كتير جدا. ان هنا مجنونه وحالة عقله. انا اكتر حد مزعج، انا اكتر حد مزعج في اللوكيشن لكل الناس بصراحه. اكتر حد بينام ريهام الشنواني. اكتر حد بياكل كان مين؟ اكتر حد بياكل فرجاني يا هوا، مش عارف، مش فاكر بصراحه، مش فاكر. احمد داش هو كان تخيل. بيومي فؤاد ما كانش فاضي طول الوقت. بيومي فؤاد على طول كان يعني كان مهتم جدا بموضوع الاكل. البريك حاجه مهمه جدا، لا جدا، وكان بجد كان بيجيب لنا، هو ساعات كان بيجيب لنا اكل كتير قوي حلو بجد صراحه. لا ما كانش بياكل لوحده، كلنا كنا بناكل معاه. ان احمد هادي جدا، لا احمد هادي قوي 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 فوق اي حد ما يتخيل. لا الام الكول طبعا. طبعا.